أكتر واحد بيعرف في القانون أبو شكري. عدم المؤاخذة، أول مرة بحياتي بسمع باسم السيد كرمون. لا يا عبضاي، في حدا ما بيعرف السيد كرمون؟ من نعم منك يا أخي، تفضلوا تفضلوا. شرف شرف. كل ما في الأمر إنه بدنا منك ورقة تثبت إن القهوة ملكنا والملك لله. أني قهوة أبو شكري؟ القهوة اللي بحارة صهري المرحوم أبو هشام. إيه عرفتها. وهي مين مالكها؟ ومنشان شو عم تسأل؟ مشان يكون الإثبات نظامي وكله بنور الله. يعني ضروري تعرف؟ إلك إيه لكان، شلون بدنا نقيم الملكية من اسم لاسم أبو شكري؟ طيب، تفضل. وهي اسم المالك تبعها، تفضل. كأني شايف المالك حرمة. هو هيك جاي اسمها بالطابو، بس صهري أبو هشام الوريث تبعها. يعني الحرمة ميتة أبو شكري؟ من زمان وصارت عظامها مكاحل. والحرمة إلها أولاد؟ إيه، ولد وبنت. معناها شغلتك صعبة كتير، صعبة كتير. يعني ما بيطلع بإيدك تساويها؟ إيه أنا اللي بيطلع بإيدي، بس شغلتك بالتصفن، بالتصفن كتير لحتى اقدر لف ودور واثبت انه صهرك ابو هشام باعها بغياب ابنها. شلون؟ طيب فرجينا شغلك لنشوف. هلا ان شاء الله نفكر الشغله شوربا. لازم نتفق انا وياك قديش بدك تقبضني. قد ما بتكلف انا جاهز. ليرتين ذهب عصملي. قديش؟ ليرتين ذهب عصمليات. شو ما عم تسمع ابو شكري؟ والله كتير. لك شو كتير ما كتير، لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله مفكر إني رح أخذ منك المصاري وأخرجهم لحالي. هي الورقة صعبة كتير، لازم تطلع من الديوان وتكون مختومة بختم طابو نظامي. لك بعدين بالمشرمحي، يعني بدنا نفتها على الموظفين. قلو شو أبو شكري؟ ساوي لك يا أولا نتكسى. ساويها. الله معك مهوري. كيف شباب؟ بتعمل زيت العالي يا سيد هشام وهيك بتخلصوا من العين. نحن هيك بدنا نحن هيك بدنا. قولتك شو لازم نعطيه عمي ابو خليل؟ شو لازم نعطيه؟ انا برايي تعطوه قرشين من حصته ويا دار ما دخلك شاب. هو هيك بنعطيه شندي ونخلص من السيره بقى. قطع عمره هو القصه بقى. بدكم تطولوا بالكم. يا شباب السلام عليكم. عليكم السلام. جيب لي ارجيله يا سالي. حاضر. والله احلى قبضاي بكل الحاره. اهلين بالمعلم خطاب. اهلين ابو خليل. وليش شو كل هالدباجه؟ في موضوع بدي احكيه معك. هات لنشو. عم قول يعني لو تتفاهم انت واخواتك وتحلوا هالموضوع بيناتكم حبيه. شو موضوع ما موضوع؟ اي موضوع؟ موضوع الورثة والمشاكل اللي صايرة بيناتكم ما حلوة، يعني اخواته متخانقين على شي بنحل بقعدة واحدة منك سيد خطاب. هني قالوا لا؟ لا، أنا طرحت الفكرة عليهم بتحل كل مشاكلكم بقعدة واحدة منك من بعد إذنك. الجماعة موافقين وعم ينتظروا ردك. وشو الحل برأيك أبو خليل؟ أنا عم قول تاخذ لك قرشين حلوين منه وتقصد ربك ويا دار ما دخلك شر. قرشين قلت لي؟ وقديش هني القرشين هدول تقريبا؟ يعني حصتك من ورثة أبوك. ليش هني قالوا لها قديش حصتي من ورثة أبي؟ قالوا بينجمع المال والمالكانات وبيتقسم عليكم بالعدل، يعني بما أمر الله. ايوه. يعني موافق سيد خطاب؟ موافق. بس أنت بتعرف أنا قديش إلي مالكانات هون بالحارة؟ وشو إلك سيد خطاب؟ كل شي شايفه بعينك وكل شي مالك شايفه هذا حقي ومستحقي. شلون يعني؟ شلون يعني؟ أنت هلا التهي بحالك وفضي لي القهوة أول يوم رمضان. الدبور المغضوب رح ينقلع من الحارة بإذن واحد أحد. شلون يا مو؟ رح أقدف لكم إياه على أخذ عسكر وريحكم منه. يا سلام عليكي يا مو، يا سلام عليكي. إيه ها؟ معناتها هذا الكلام قلناه لأبو خليل أخي، لازم نقول له ينساه. ليش شو قلتوا له لأبو خليل أنت وياه؟ والله يا أمي قلنا له لأبو خليل يفوت واسطة بيناتنا، مشان يسترزق له بشي قرشين.
إلا بقى تحكوا مع حدا بدون ما تاخذوا مشورتي، سمعانين ولا لا؟ يا ابو احنا كنا جايين نخبرك، بس انت هي الخبريه اللي قلتي لنا اياها، والله نسيتنا الكلام كله. ولك تضرب منك إله، تضرب منك إله، شو فالحين؟